مثل ما يسمونه اليوم بالطب الوقائي. الأمر الآخر للنبي صلى الله عليه وآله أكد عليه هذا المعنى الذي ذكرناه في أول الحديث: ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء. وهذه القضية قضية مهمة، لأننا نجد حتى اليوم قسم من الناس ما يعترف بهذه القضية، يجي يقول لك أنا أطلب الشفاء من الله عز وجل، ما علي بالأدوية، ما علي بالأمصال، ما علي بالدكتور، أنا أطلب الدواء من الله عز وجل. النبي قال الطريق ليس هذا، الله ما خلق داء مرضا إلا وجعل دواء إلى جانبه، والمتكفل بهذا الجانب هو الطبيب، ولا بد أن يراجع الطبيب. حتى أنه أمر بعض أصحابه مثل الحارث ابن كلب، عفوا مثل سعد ابن أبي وقاص، وقد شكى إلى النبي ألما يجده في صدره، فقال عليك بالحارث ابن كلدة. حارث ابن كلدة طبيب كان على مستوى مكة والطائف والمدينة، مشهور ومعروف بالحذاقة والخبرة، حتى أن كفار قريش لما كانت أول البعثة قالوا للنبي في زعمهم إذا أنت تشتكي من مرض من غير ذلك نوديك إلى الحارث ابن كلدة. فهذا كان رجل متطبب، يظهر أنه توفي في أوائل البعثة ولم يسلم. طيب، فنصح رسول الله صلى الله عليه وآله سعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى العلاج عند الحارث ابن كلدة. وأكثر من هذا أيضا، رأى أن من تطبب ولم يكن له علم بالطب فهو ضامن. يعني شايف قسم من الناس ما عنده معرفة، ما عنده تخصص، بس يوصف مثل ما يقول المثل: اربط صبعك وكل من ينعت إليك دواء. كما هسه الإصبع مو قضية مهمة، بس إذا صارت على مستوى الأمراض الخطيرة، والله أنا عندي شوية وجع في قلبي، تعال واسمع الاقتراحات والوصفات. من تطبب وصف إلى واحد وصفة طبية ولم يكن له ولم يعرف عنه طب، أو لم يعرف بالطب قبل ذلك، إذا صار في هذا الرجل خطر أو مرض أو ازداد مرض، ذاك ضامن، ما يقدر يقول أنا قلت وش علي. واحد مثل ما الآن موجودين يفتح لك دكان ويقول لك هذا بعد في كل شيء، يجيب لك هالشكل قنينة غرشة هالشكل، يقول لك هذه دواء عن الزكام وأوجاع الصدر والرئة والقلب واليدين والروماتيزم وفوق وتحت وبرا وداخل وكل شيء، هذا أصلا مستشفى متنقل. لو إيش واحد يروح إلى طبيب وغير ذلك؟ عمي اليوم الطب وصل إلى في العين الواحدة عشرات التخصصات، وهذا يريد إليك غرشة فيها زيت، الله العالم من وين جابه، والله العالم ماذا أضاف إليه حتى يصنع لك مستشفى كامل، ويقول لك هذا عندك روماتيزم ينفعك، عندك وجع راس ينفعك، عندك ما أدري وجع صدر ينفعك، عندك جلدية ينفعك، عندك إلى شنو هذا الكلام؟